الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من همزة وصل يوم الأربعاء، هذه المساحة اليومية المفتوحة بيننا وبينكم للتواصل والنقاش والحوار حول قضية مهمة من القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر. نلتقي بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، همزة وصل يوم الأربعاء. بينما تسير محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في ساحات المحاكم، تقترب ساعة الصفر موعد إجراء الاستفتاء على دستور مصر، ومع اقتراب موعد الاستفتاء هناك بعض المخاوف من أن تؤثر هذه المحاكمات على المرحلة الانتقالية. هل تعتقدون بأن هذه المحاكمات وما يشوبها من تظاهرات تدعو إليها الجماعات الإرهابية أو محاولات فاشلة ويائسة لضربة هنا أو تفجير هناك يمكن أن يؤثر في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل خارطة الطريق؟ هذا هو سؤال اليوم. نرحب دائما بتواصلكم معنا، مشاركاتكم وتعليقاتكم على العناوين والأرقام المبينة على الشاشة ستكون مبينة خلال هذه الحلقة. أولا نذهب إلى تقرير مقتضب يلقي الضوء على موضوع هذه الحلقة اليوم، ثم نعود ونفتح الحوار معكم ومع ضيوفنا على الهواء. أنظار المواطنين والعديد من دول العالم ووسائل الإعلام العالمية والمحلية ذهبت إلى أكاديمية الشرطة لمتابعة ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي التي تم تأجيلها إلى الأول من فبراير، وذلك لتعذر إحضاره إلى المحكمة في القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت دون نقله إلى مكان المحاكمة. كانت وزارة الداخلية قد وضعت خطة أمنية بها أكثر من 3000 ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة وأكثر من 30 سيارة مدرعة لتأمين المحاكمة. كما يواجه الرئيس السابق محمد مرسي الذي تم الإطاحة به عقب مظاهرات حاشدة في يوليو الماضي تهما أخرى، منها التخابر مع منظمات أجنبية، بالإضافة إلى تهمة الهروب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 من يناير والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. واعتبرت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية التي أودت بحياة 16 شهيد من أبناء الشرطة. كما أصدرت الحكومة الحالية قانونا لتنظيم حق التظاهر السلمي يقضي بضرورة الحصول على تصريح مسبق لتنظيم المسيرات والمظاهرات. كل هذه الأحداث السريعة والمتلاحقة تأتي في وقت تستعد فيه البلاد للاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 من الشهر الحالي، والتي تمهد فيما بعد لانتخابات برلمانية ورئاسية للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة ترسيخ للديمقراطية والحرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن كما تابعنا، هناك من يرى ضرورة تسريع المحاكمات من أجل الانتقال سريعا في تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات خارطة المستقبل، وهناك من لا يخشى ذلك ولا يرى داعي في التسريع، وخاصة وأن المصريين ماضون إلى الأمام في تنفيذ وبناء دولتهم الحديثة والمعاصرة رغم كل التحديات وكل الصعوبات. وصل بالفعل بعض المشاركات والتعليقات عن طريق موقع البرنامج على شبكة الانترنت، سوف تبدأ بعرضها سريعا. أولا الزميلة إيمان الشيخ، ثم نبدأ الحوار مع المناقشات. إيمان تفضل.
نعم زميلي احمد، بالفعل الكثير من التعليقات والاراء تلقناها على صفحتين على الفيسبوك وتويتر، الكثير من الاراء. ابدا معك مع مشاهدينا باستعراض جزء من هذه الاراء والمشاركات. ابدا بمجدي ابن البلد الذي يقول: كل المحاكمات وانتم طيبين، والسنه الجايه في انتظار محاكمه الرئيس القادم، البلد كلها كلام وخلاص وما فيش فعل، احنا هنفضل في مرحله انتقاليه والحكومه تعطي الشعب مسكن والشعب جاله مناعه من هذا المسكن. اما لا مجدي تقول: ها هو التاثير الذي يمكن ان يحدث، اصلا المساله اصبحت ثار من الشعب المصري، فمن قتل له ابن او اعتقل له احد اقاربه هو موجود في الشارع حتى يحصل على حقه. هيما يقول: محاكمه المعزول هتسيب العالم كله او هتثبت العالم كله ان مصر دوله القانون والعدل، وهتثبت ايضا ان القضاء المصري من اعظم القضاء في العالم. تعليق اخر وهو يستكمل فيه تعليق اخر: لا هيكون في اي حاجه، وعلى فكره عام 2014 هيكون عام سعيد على مصر، وهتكون مصر من اعظم الدول في العالم. ابو ادهم الشرقاوي يقول: البدء في المحاكمات واصدار الاحكام، مع ان كثيرا من الادله واضحه والتلبس بالجريمه واضح كالشمس، ولا ادري لماذا البدء وعدم السرعه في اصدار الاحكام، وهذا بالطبع سوف يؤثر على المرحله الانتقاليه. اما يسري سيد يقول: المحاكمات يجب ان تكون سريه لاننا في ظروف استثنائيه، ويجب اعاده اجراء قضايا كثيره لم تحسم حتى الان، او كانت الاحكام الصادره فيها موجهه طبقا لاهواء خط سير واتجاه وتيار الحكم. دعاء السفتي تقول: عندي فكره جيده لضمان عدم التلاعب في الانتخابات، وهي استخدام فكره الكروت الذكيه في التصويت على جميع انحاء الجمهوريه، مما يضمن عدم تكرار التصويت لاي مواطن. وان كان الوقت لن يسمح بتطبيقها في الاستفتاء على الدستور، يمكن البدء في تطبيقها على انتخابات الرئاسه او البرلمان. وهي تقول انه ليس هناك اي تاثير المحاكمات الجاريه الان على مسار المرحله الانتقاليه. تعليق اخر من عبد الناصر يقول: الحمد لله مصر بها قضاء شامخ والجميع يشهد له، وعلينا جميعا ترك كل مؤسسه تدير اختصاصها، القضاء عليه تطبيق القانون، والشرطه عليها الدور الامني، والجيش له حمايه الحدود، والاعلام له الدور الكبير، ولنلتقي جميعا عند نقطه واحده وهي النهوض بمصرنا العظيم. مشاهدينا، كان هذا جزء من بعض التعليقات والمشاركات التي توترت الينا على صفحتينا الفيسبوك وتويتر. عودة من جديد الى زميل احمد يتلقي بعضا من الاتصالات الهاتفيه. تفضل. طبعا ايمان، سوف تتابعين المزيد من هذه التعليقات والمشاركات من مشاهدينا الكرام عن طريق صفحه البرنامج على شبكه الانترنت، وعلى الارقام التي ستكون مبينه والعناوين مبينه على الشاشه طوال هذه الحلقه. نذهب الان الى اولى مشاركاتنا، اولى مجموعة الاتصالات. سيكون معنا الدكتور بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد والفقيه القانوني، الأستاذ سعيد عبد الحافظ مدير منتدى الحوار والتنمية، والدكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة حلوان. نبدأ أولا بالدكتور بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد. دكتور بهاء، يعني أولا وأنت تتابع، هناك بعض التحديات بعض الصعوبات، لا شك أن هناك من شعر بالخوف أو بالقلق في الفترة الأخيرة، خاصة من هذه التفجيرات أو الفرقعات التي من الواضح أنها محاولات يائسة لإثارة الفوضى بين المصريين. هناك من يشعر بأن المحاكمات ربما تؤثر على مسار المرحلة الانتقالية أو مراحل تنفيذ خارطة المستقبل. هل تعتقد أولا أن هذه المحاولات اليائسة يمكن أن تؤثر في مسار المرحلة الانتقالية، أو بشكل أدق في أولى استحقاقات أو أول استحقاقات هذه المرحلة، وهو مسألة عملية الاستفتاء القادم؟ لا أعتقد ذلك. نعم، لأن إرادة الشعب المصري هذه الإرادة العظيمة التي ظهرت واضحة جلية، وأظهرت صلابة وعنصر الجيد للإنسان المصري في 30 يونيو،
عندما خرجت أو خرج الشعب المصري في جميع محافظات مصر وبظاهرة غير مسبوقة في تاريخ مصر أو في تاريخ العالم، أكدت أن إرادة الشعب المصري إرادة لا تقهر. فأنا من وجهة نظري أن هو استفتاء على إرادة الشعب المصري، استفتاء على ثورة 30 يونيو. ولذلك يعني أعتقد أن نسبة الموافقة بنعم على الدستور ستكون ما بين 75 و80%. طيب إذن أنت تشعر بأن هذا القلق ليس له ما يبرره في اعتقادي؟ ليس هناك ما يبرره، وأعتقد أن المرحلة الصعبة قد مرت في تاريخ مصر في الفترة التي عقبت 30 يونيو حتى الآن. الشعب المصري استقبل كل التحديات بشجاعة وبقوة، لم يرهبه تهديدات ولا يرهبه استشهاد من استشهد أو من أصيب من أصيب، لأن إرادة الشعب إذا ما أراد الشعب فعلى الجميع أن يستجيب لهذه الإرادة. طيب. إذن نرجو أن تبقى معنا دكتور بهاء، سنعود إليك مرة أخرى. دكتور بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، تحول الأستاذ جمال الدكتور الأستاذ سعيد عبد الحافظ أولا مدير منتدى الحوار والتنمية. أستاذ سعيد، إذن ما هو منبع هذا القلق؟ لأنه هناك من يدفع ويطالب بتسريع المحاكمات من أجل الانتهاء من هذه المرحلة والبدء في المرحلة الجديدة حتى تسير مصر إلى الأمام. أستاذ سعيد، طيب حينما يتوفر الاتصال مع أستاذ سعيد سوف نعود إليه مرة أخرى. تحول دكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة حلوان. دكتور جمال، هناك دائما في هذه مثل هذه المراحل، وربما تكون الحالة في مصر خاصة جدا بعد ثورة يناير ويونيو، حالة نفسية لدى المجتمع ربما تؤثر إيجابيا أحيانا أو سلبيا بشأن ما يحدث على مسار المرحلة الانتقالية، وربما مدى إقدام الناس ومدى حماستهم ومدى تقدمهم في هذه المرحلة. هل تعتقد أن الحالة المصرية الآن لها خصوصية ينبغي أن تعالج بشكل معين من جانب المصريين حتى يمضون في هذا الطريق بشكل سريع في بناء الدولة الحديثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا أقول لك أن ما يجرى من المحاكمات الآن هي عبارة عن قواعد التي تطبق على المنتهكين لمحرمات المجتمع. وتطبيق القانون يعني بالنسبة للشعب أن هناك من خرق قواعد وقيم وتقاليد المجتمع وهدد وحدته واستقراره واستنباره ومرحلة البناء التي أتت بعد 25 و30 سنة، وأن الاتجاه العداء الذي وجد لدى الشعب المصري حاليا بعد الأحداث التي خرجت فيها عن الإجماع الوطني الجماعة والتنظيم الدولي معناه أن هناك اتجاه عدائي تجاه ليس الدولة فقط ولكن أيضا المجتمع المصري بخرق كل المحرمات. وبالتالي ينتظر الشعب المصري في هذه المرحلة من الدولة، وهي مرحلة فاصلة في تاريخ مصر السياسي ومستقبله وبناء الدولة الحديثة، ينتظر الشعب المصري أن يكون هناك عقاب رادع، وأن الاتجاه العدائي الذي يوجد لدى الناس في الشارع ليس اتجاها دائما ولكنه اتجاه ضد الجماعة وتنظيمها الدولي عالميا على مستوى العالم الذي يهدد مستقبل الدولة الحديثة. وهذا الاتجاه ليس اتجاها دائما ولكنه يجب أن ينتهي هذا العداء، وسوف ينتهي بالقطع بعد أن تطبق هذه المحاكمات وينطبق عليهم القانون. ويجب أن تعلن الدولة عن قوتها في بسط سيطرتها وقوتها بالقهر المشروع على كل مواطنيها وكل مؤسساتها. والجماعة هي جماعة يجب أن لا تكون معادية للدولة، لأنها جماعة أعلنت عن أنها جماعة معاكسة، وهناك صراع قيم بين القيم التي ينتمي إليها تنظيمها المغلق وبين القيم المجتمعية التي تنظر في مرحلة التغير السياسي إلى بناء دولة حديثة. ولذلك التأثير النفسي هنا، الناس تنتظر حتى الآن وقوع محاكمات ومحاكمات رادعة، لأنك لا تتعامل مع شخص ينافسك بقيم ديمقراطية أو حتى جماعة فرعية
تنتمي الى الاطار العام للدوله بقيمها وثقافتها وتقاليدها، ولكنها تختلف في بعض الرؤى، ولكنها تؤمن بقيم المشاركه والمنافسه ولم تستاسر بمرحله حكم اتت لها على طبق منفضه. لعلك يا دكتور يعني تتابع ما حدث في بلدان اخرى في الحاله المصريه، ما تاثير ذلك ما يحدث من تهديدات من الجماعات الارهابيه الان على نفسيه الناخب المصري او المواطن المصري وهو يذهب او يستعد للذهاب الى صناديق الاقتراع لادلاء بصوته في عمليه الاستفتاء؟